أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن يأتي بعد انعقاد الدورة الأولى في بغداد في أغسطس 2021 لدعم الجهود الوطنية للعراق حكومة وشعبا لحفظ استقراره وتعزيز دوره الإقليمي والعربي الفاعل. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي خلال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد والذي عقد بالبحر الميت. إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعما لمساراته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا.